الآن الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، وهو معنا من جنين. دكتور رائد، تحياتي. سأبدأ معك بهذا السؤال: ما جرى البارحة، الوصول الإسرائيلي لأربعة أسرى كانت كلفته الدموية والبشرية 210 أو حتى أكثر من هذا الرقم من الشهداء في النصيرات، أربعة مقابل العشرات المئات. قانونيا كيف توضع هذه المقارنة والنسبية؟ من الناحية القانونية لا يوجد علاقة ما بين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وما بين المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة. ما حصل في النصيرات البارحة هو مجزرة جديدة على ضد السكان الفلسطينيين، ولكنها خارج منطقة رفح. هذا يستدعي بأنه جنوب إفريقيا أن تطلب من المحكمة مرة أخرى وقف العمليات العسكرية لكافة قطاع غزة. سبق وأخذت اتخذت محكمة العدل الدولية وقف أمر ب اسرائيل وقف العمليات العسكريه في قطاع رفح او في رفح تحديدا. الان ممكن لجنوب افريقيا ان تامر محكمه او تطلب من محكمه العدل الدوليه وقف كامل العمليات العسكريه الاسرائيليه على كامل قطاع غزه وليس رفح وحدها. ويمكن ايضا ان يشكل جريمه البارحه ان تشكل ادله جديده واثباتات جديده لدى محكمه العدل الجنائيه، محكمه الجنايات الدوليه، خاصة أنه نحن ننتظر من محكمة الجنايات الدولية وتحديدا الغرفة الابتدائية من هذه المحكمة أن مذكرات تصادق على التوقيف. طب صحيح. دكتور رائد، فقط يعني استكمالا لسؤالي الأول، يعني هذه الجريمة التي جرت في النصيرات، واشنطن تبررها على لسان متحدث باسم الخارجية الأمريكية بالقول إن من حق الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين للوصول إلى محتجزيه. للأسف الشديد، وبايدن أيضا تطرق البارحة على موضوع الإفراج عن أربع أسرى إسرائيليين، ونائبته حتى تطرقت وباركت الإفراج دون التطرق لحجم الخسائر البشرية الفلسطينية. هناك فوق 200 شهيد في قطاع غزة بالنصيرات، ولكن للأسف الشديد الإدارة الأمريكية لم تكترث. واضح طب من هل كل من التصريحات تبعات قانونية لعدم الاكتراث هذا، وأيضا للدعم سواء السياسي أو المعنوي، والشكوك حول اللوجستي والمخابرات أيضا؟ صحيح، بإمكان أي دولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة أن ترفع قضية ضد الولايات المتحدة الأمريكية كونها شريك في هذه الإبادة. أعتقد حتى اللحظة ولا دولة تجرأت في أنها ترفع على محكمة العدل الدولية قضية ضد الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا بكونها شريك فعلي ومتواطئ في جريمة الإبادة عبر الإمداد بالأسلحة من طوال 7 أكتوبر حتى اليوم، وحتى توفير الغطاء الدولي عبر منع تمرير قرار مجلس أمن وأكثر ضد وقف هذه العمليات وهذه الإبادة في قطاع غزة. لماذا برأيك، وقد تم التفكير بهذا الاتجاه لإدراج ألمانيا بهذه التهمة لدعمها لإسرائيل، لماذا استثنيت الولايات المتحدة؟ يعني الولايات المتحدة هي قوة عظمى، بعتقد أي دولة ستتجرأ بأنها ترفع قضية لمحكمة العدل ضد الولايات المتحدة الأمريكية ستكون لها تبعات، لهذا تبعات اقتصادية عسكرية سياسية. ولكن اعتقد انه مجموعه دول بامكانها ان تتالف لرفع قضيه ضد الولايات المتحده الامريكيه حتى لو على سبيل الضغط السياسي والضغط القانوني ضد الولايات المتحده الامريكيه. اعتقد هذا ممكن، واعتقد الان الاوان لفعلا ان تاتلف مجموعه من الدول كي ترفع لمحكمه العدل قضيه مباشره ضد الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه بشكل واضح هي شريك في امداد الاسلحه من 7 اكتوبر حتى اليوم، حتى شريك بتوفير الحماية الدولية السياسية لإسرائيل ومجازرها. وتصريحات المسؤولين الأمريكان واضحة، هم لحتى فترة طويلة وما زالوا ضد وقف العمليات العسكرية وضد وقف التسلح. والأسلحة المستخدمة في قطاع غزة معظمها، إذا مش كلها طبعا، هي أسلحة أمريكية. فهناك يعني واضح أنه مقاربة سياسية أمنية مشتركة أمريكية إسرائيلية في قطاع غزة. سأعود معك إلى نقطتين أثرتهما بخصوص العدل الدولية والجنائية الدولية. إن بدأنا بالعدل الدولية دكتور رائد، يعني
القرار الذي خرج منها بأنه ملزم أيضا بإيقاف العملية العسكرية في رفح، قد تجاوزنا الشهر من العملية العسكرية في رفح ولم تلتزم إسرائيل ولم يجري أي محاولة لإلزامها عبر مجلس الأمن، فأنت تقول بأنه يجب أن توسع جنوب أفريقيا مطلبها ليشمل كافة أراضي القطاع. إذا كان القرار الملزم الأول لم يجد طريقه للتنفيذ، فكيف السبيل القانوني لتوسيع ولفرض هذا الأمر ولإلزام الاحتلال الإسرائيلي به؟ هناك أمرين مختلفين، الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لاستصدار قرار هذا يعني توفير أساس حقوقي ضاغط وقانوني ضاغط على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا من جانب. ولكن للأسف الشديد محكمة العدل الدولية يقتصر دولها فقط على إصدار القرارات، وهي قرارات ملزمة للعلم، ولكن لا يوجد أدوات قانونية محددة لإنفاذ قراراتها. هناك أدوات أخرى، هناك أدوات سياسية، دبلوماسية، اقتصادية، وهذا ما أثار الاتحاد الأوروبي. حقيقة الاتحاد الأوروبي بلش بضغوط سياسية عبر الاعتراف، ويحاول أيضا مناقشة تعليق وفرض عقوبات تجارية على الكيان الإسرائيلي. إذا ننتظر من العالم اليوم، كل العالم الرافض للسياسة الإسرائيلية، أن يستخدم الأدوات السياسية والدبلوماسية عبر قطع العلاقات من جهة، عبر تعليق النشاط التجاري. شفنا كولومبيا، ولكن هذه الأمور تأخذ مسارا طويلا، وكما تتابع حضرتك ونتابع جميعا هذه المأساة التي تحصل على مدار اللحظة والثانية في كل أرجاء القطاع. يعني أحد المسارات التي ممكن أن تعتمد على إلزامية وقانونية قرار محكمة العدل الدولية أن تتجه جنوب أفريقيا أو أي من الدول المشاركة في هذه الدعوة أو أي من الدول الموقعة على ميثاق محكمة العدل الدولية أن تتجه إلى مجلس الأمن ليتم ربما الدفع من خلاله في حال تم تفادي الفيتو الأمريكي. فدكتور رائد، ألا توجد أي مسارات قانونية أخرى يعني الدفع قدما بهذا القرار الملزم؟ لا، الخيار الوحيد في ميثاق الأمم المتحدة هو أنها تلجأ جنوب أفريقيا تحديدا كونها طرف في الدعوة، وهي من طلبت من المحكمة إصدار الأمر الاحترازي هذا، أن تذهب وتتوجه إلى مجلس الأمن. ولكن جنوب أفريقيا تدرك تماما أن توجهها إلى مجلس الأمن قد يتواجه أو يواجه الفيتو الأمريكي، ولكن لا بأس من المحاولة، خاصة أنه جنوب أفريقيا يعني أصرت على أكثر من أمر مستعجل وطلبت أكثر من أمر مستعجل. للأسف الشديد إسرائيل أعلنت أنها لن تلتزم بهذه الأوامر المستعجلة والقرارات. جنوب أفريقيا حالا بإمكانها أن تذهب إلى مجلس الأمن، وأنا مع أنها تذهب إلى مجلس الأمن حقيقة، حتى لو هناك في احتمالية أو هناك احتمالية كبيرة لاستخدام الفيتو، ولكن على القليل أن نحاصر الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا. وكما بدأنا الحديث بالولايات المتحدة يبدو أننا ننهيه بالولايات المتحدة الأمريكية. الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، كنت معنا من جنين، شكرا جزيلا.